السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناه عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حنشات معمرين بالسرد لادانت او ديك الرومي والخضر. هاد المحنشات اللي كيجيو مقرمشين وزويونين ومرقين وبعجينه اللي هي سهله وبسيطه واللي سبق لي حضرتها معكم اللي هي العجينه ديال الرغيف. وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساونيش في لي لايك. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم مرحبا بكم معايا في القناه، اشتركوا معايا بالضغط على زر الاشتراك، صابوني او سبسكرايب اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستافد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا هاد المحنشات غادي نستعمل العجين ديال الرغايف او ديال المسمن اللي سبق لي وحضرته معكم، وهذا تحت طلب العديد من المتتبعات اللي قالوا لي عملي لنا مملحات بعجين ديال الرغايف اللي ساهله وبسيطه ويعني عجبهم العجين. وقلت نعاود ندير معكم اشكال مختلفه بنفس العجين. لهذا العجين غادي نحتاج نص كيلو ديال الفرص وربع كيلو ديال الدقيق الفينو. دائما كما سبق لي وقلت لكم كنعمل المقدار ديال الفرص والنصف ديالو ديال الفينو. وعندي هنا معلقه صغيره ديال السنيده والملحه والماء بارد باش نجمع العجين. غادي نخلط هاد الفرص مع الفينو ونضيف عليهم هاد الملحه والسنيده صافي. وغادي نجمع العجين ديالي وندير لكم مزيان مزيان، اهم شيء انه يتسلك لي مزيان. العجين ديالي ها هو دلكتو كما كتشوفوا، دلكتو مزيان. انا اللي بغيت نقول لكم واحد الحاجه، راه هذا العجين هو ساهل ساهل وما فيه لا يعني مكونات بزاف لا حتى حاجه، ولكن سر النجاح ديالو هو انني نعطيه الخطر وندلكو مزيان ونخليه يرتاح. وكل ما خليته يرتاح وعاود دلكتو المره الثانيه وخليته يرتاح، كل ما تطلق في يدي وفي التوراق كيجيني ساهل وكيجي مطلق زوين. دابا انا غادي نغطي العجين ديالي بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح مزيان ونرجع عندكم. درت شويه ديال الزيت وغادي ندوز نشكل كويرات صغار حيت غيبان على هذا الشكل هذا، ونوضعهم في هذا البلاطو هكذا صغيورين. أو نقادهم شويش، غادي نستمر على هاد الشكل حتى غادي نكمل كمية العجين اللي عندي. العجين ديالي يرتاح وندوز نحضر معكم الحشوه اللي غنعمروا بها هاد المحنشات. لهذه الحشوه غادي نحتاجو الصدر الديك الرومي او لادان اللي قطعته هكذا قطع صغيره، واحد البصله كبيره مشلطه، فلاح حمراء مقطعه مربعات صغيره، جوج حبات ديال البرو فهما مقطعين قطع صغار، فرماج محكوك، المعدنوس مقطع، الزيتون مقطع. بالنسبة للعطرية غادي نحتاج الملحة، يبزار، كامون، تحميرة، وبودرة ثوم أو ثوم مجفف. في طبيعة الحال هنا عندي مخلطة زيت نباتية وزيت زيتون. خديت المقلاة ديالي نعمل فيها شوية زيت البصلة مشلطة، خلي هاد البصيلة تهبط واحد شويش، غادي نضيف الفلفلة
عندي هنا فلفله حمراء اللي قطعتها مربعات صغيره، الفلفله ديالي ها هي حطات مع هاد الفلفله. غادي نضيف البرو، غادي نضيف هاد القطع ديال صدر بلاداند او صدر الديك الرومي، ونضيف التوابل. هنا كنا عندي ملحة، كمون، ابزار، تحميرة، نخلي هاد العناصر كاملة حتى تطيب. دائما على عافيه مهيله باش ما كيتحرقوناش التوابل، وفي نفس الوقت كطيب لنا داك الخضيرة على خاطرها. غادي نضيف الزيتون المكثف، نضيف المعدنوس. بالنسبة للمعدنوس دائما كنخليوه حتى لآخر مرحلة. صافي، غنخلط هاد العناصر كاملة. الحشوة ديالي ها هي واجدة، طفيت عليها النار وغنخليها حتى تبرد مزيان عاد نستعملها. بعد ما بردات الحشوة ديالي مزيان، غادي نضيف عليها الفرماج حكوك، ونخلط هاد الفرماج مع هاد العناصر كاملة. صافي، ها هي الحشوة ديالي واجدة. خديت هنا الزيت والزبدة مذوبة، خلطتهم، وغادي ندوز لورق العجين. كنطهن سطح العمل ونبدا كنطلق. غادي ناخذ الحشوة ونحاول نقادها هكذا على شكل طولي هكذا، صافي. نبدا كنلف العجين ديالي،
غير بشويش. نعمل شويه ديال الزبده، صافي. غادي ندهن شويه ديال الزبيده هكذا مع الزيت، نحاول نسب هاد الشناب باش ما تخرجناش الحشوه هكذا. اذا بقى عندي هنا شويه ديال الفائض يمكن لي نقطعو باش ما يجيناش هاد الشناب معجن. صافي نبدا كنلف هكذا، نبدا كنلف على هاد الشكل هذا، الطريقه اللي هي ساهله وبسيطه. غادي يبقى لي هاد الشناب ندخلو من تحت، صافي نضغط عليها واحد الشويش. ها هي المحنشه ديالي واجده، غادي نوضعها في الصحن اللي غادي يدخل الفران، اللي انا وضعت عليه ديجا بابي كويسون. غادي ناخذ معكم وحده ثانيه، كما قلنا كندهن سطح العمل وكنبدا كنطلق هاد العجينه على شكل مربع. غادي ندهن شويه ديال الزبيده مع الزيت، نوضع الحشوه ديالي بشكل طولي هكذا، كنتها شويه بيدي صافي، ونبدا كنلف العجين ديالي هكذا هي بالشريش. شو كنقاد بيدي صافي على هاد الشكل هذا هكذا صافي. نحاول نجمع هاد الجوانب باش ما تخرجناش الحشوه من الجناب. كناخد شويه ديال الزبيده ونورق. دائما هاد الجانب اللي كيبقى لنا يمكن نقطعو منو باش ما يجيناش معجن، ونبدا كنلف. طريقة سهلة هكذا، كناخدو هاد الجناب لي كيبقى لنا هذا كندخلوه من التحت صافي. ها هو الشكل ديال المحنشة ديالنا كيجي على هاد الشكل، وكنوضعو في الصفيحة لي غندخلو الفران. أنا غادي نكمل على هاد الشكل هذا حتى نسالي كمية العجين والحشوة اللي عندي. بعد ما كملت المحنشات ديالي كما كتشوفوا، خديت بيضه عملت معها شويه ديال الخل، غادي نقربها مزيان
ونهنيها المشهد ديالها في الحنشات. الفران ديالي راه ديجا سخنته مزيان، غادي ندخل هاد الحنشات يطيبوا على 160 درجه، يطيبوا مزيان من تحت ويتحمروا من الفوق، ونرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال المحنشات ديالنا بعد ما خرجوا من الفران، كيجيو هكذا محمرين ومقرمشين وبحشوه اللي هي لذيذه وساهلين في التحضير كما شفتوا. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب، وما تنساوش لي لايك. والناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره كنقول لهم ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء مع فيديو جاي إن شاء الله.